كوحد أرجعسد أسر ما أنتوا هيسكوت ديان إني حوجا صو ويران مجرد الله سعانه ويران مجيل كران لكن وحمله ففوق لك صوتورة هذا الشعب اللي بدو لايو ودك تيل مال ميل صور دافي بحياة رزاز لان ما كانوا مركب وحيس ما يعني شلا يا تد بدن حمر لقد درو بورسوين سنتوغير بدن وطي على به ذي يعني وضع نسكت لقاي أو رزاز لوجو ديبي ودك تهين مال ما أور راسه دو أور كتاتك ما فهم سنو صور دو هذا نقول صوت نو صبر فيديو كنا نص الشهر قري لاك تنا نقطع وجنال كعبد الله جلال علي هرت الشكل عن أور سماله أما إير سماله وحاي هرت طبعا نقطه تتك وطاوري كافر نما هوية نما تعرض نما دري دقيقة مرفليه أنت لو قدر نما هدام ببيانيه وحال رير وعبر قدر ليرات أبكال شقاكم له برنامكو كعدي كذا شيء دمور أي سنة يصير كما عاد لا يقف يلا بي سدح أبقاله فكر كذا كهاد لا يو سيدا شباب كسخر حيو كلا هون أبقال متلين كما عاد لا يو لكن وقاسك أبقال وحو جوغ على سعانه تدك شعبك ودك لوك يستو لجرا أبقالك براه بلوشدن واد دقي ستين أبقال أورور إي إيرير موضو سياسي دي سولة دارة دي كو جانكو أنتو وقتهين شم بالش أو أبقال كو دولا واتارود تدكي سنة إله أم عيسى في عنا أولا في قرينا برنامج سكوا فلغينينا أن سكوا صوت دوب لأن يرادة هابر قدر إيه سياسيين تهابر قدر إيه كان عصتاد هابر قدر بس ساورت أرر سمالة وضو إيه إساق هو واحد اللي يدي مركات أرر سمالة مقاشو إساق إيه بو هاي ستاية إساق هو صوت جوي هو صوت دان سنة دولد نمدي بين تهيد انتا لغا صوت جبيه سيدا دالة بيكو جران نفط او يابن او قرعمن قرعن تاغن وروحي صدنا صناعة شيء إني ما أنت هاني كده ما ذن تاجن هرت الله بدأ صار وده مد إساق دان كهر مرنو إساق دان تأوجيس بريا دو دان تيس جارك وما يقانا ما علم بلوجو ولا ما كتوك كحيرة يا هرت سو مال الديدا اللي را ماشي صوفا ليا ما أنت ظروفها هاي ست صدنا صنو بين شيء جاي وحي يا صار دم هذه أو قال ده هنا مشارك يرساس تكل جرهن أخون سجين ماشي وكبر هاي قبيل قبيل لا درين نقدن أي قال لك تبر ورا هذه إر سمالي أر سمالي يهودي مسلمين قال عدي لوكين استقوى هالجور عن جيدا كم هو رجعته أنت لبت كجرا أر سمالي وانقولي هدوك بحنا سدوا دكتور حري جربوا حرا مدها برقدر نفتر كيد الله بيقاب سنتا كوح ورياله ولا عجل السي إيه كوح سياسيين هو دان له سكدنا إيه كان عصت هذا إيه برقدر تقرب جوكتي قد جوكتها أو ورك وجيت كيس كدعيس ودعيس عن الأوين waa iska qabyaala deesan oo dadkoodu waxay wadaan iska daba socda laakiin wajeedka hoose aan fahansanin muxuu yahay adana bergidro ogtiin aan daarodkay aad isku nacbihiin deegaan ahaan iyo siyaasad ahaan wax la ogyo waaqac jira waa wad ogtiin dadka afkooda iyo idaacadahooda laga soo dhageystaa waxa ay qabaan mugt adoon qof kale weydiin marka way aragta abgal waxay arkeen laga soo bilaabay abdullah yusuf xilliga Cali Maxamed Geedi oo abgal siyaasadda la soo galshay in taarodka siba majartanka iyo abgalka siyaasadoodu isku jaango anta abgalka madaxweynaha la soo saaro majartankana dhulka garoomada iyo laamida loo dhiso dhulka majartini meel aan laami lahayn ma jirto siyaasad isku jaango aan waay marka sida saxda waaqac jiro habar gidirne heshiiska nabadda ay galkacay ku degan yiin oo la isma tusaba majartanka iyo daarodo dhan mid kasto hadlo soo fiirso habar gidir markaa waxay geed dheer iyo geed gaaban u fuulo waayeen horta abgal siyaasadaanu 2006 kii soo galay inay ka saaraan taarodi asagana inay kala jaraan siiba ma jeerteen oo dugtiyiino xasan gar guurte rag ba qor sagaar ku haayo war la qaba xisma la oo ila mucaaradkii ay codad iyo mashiinni isla fuliyeen oo nimid kood raacday kar oo codad la iska haayo markuu yimid majartan codadka ugu badan lahaa soo halgamay ra'iisul wasaaraha sugaayay nimanka abir gidir oo xasan qor sagaarad ku haysta waxay dhahayaan nin kale oo daarooda waa inaad keentid nin majartan hadaad keento tala fara ka baxayso codadka xilliga mucaaradkan waxa la dili jirna kala haynaa waa soo bandhigayna waa tiju balan in laga keenay oo gar wal laga keenay ra'iisul wasaaraha horta koow siyaasadii majartan iyo abgal ee isla duuleysay oo abgalku baalashu ku biibo oo majartan ku ahaa habar gidirto bartaas ay ka soo bilaabeen wajiga koobaad wajiga labaadna waxay rabaan
أبقال إيا الدارود ودا الصعود إن أنا أفرت الصنو سو صعود ليس لك جارينو كور لكالا جان مشروع عبر قدر ودا تامحيطة ودادك فاهمين مارك أبقال مارك يوك وقمبان وفهنسي شاني طبان كي سانو لصور دافي سياسو دوكو جري دولدو أها وفهنسي يا مارك مارك لغا ريابو حسانو عط لغا هايو وحبس ما يكرين مارك لغا ريابو أبقال كا وقاسكو دا وغو ريادين على سعانو دو جراو دارود barahood bulshadana dhageyso gal wax garadkoodan dhageyso way fahansan yihiin in dabin loo dhigo waayo way taageen marka xasan la haysto macna soo ma kordhinaayo abgal mana ka bilaawdo mana ku dhamaade xasan iyo habir gudir waxay rabaan hees ka walaaqdan habir gudir marka urur somali ujeedkiisu muxuu yahay urur somali ujeedkiisu wuxuu yahay horta xasan sheekh afartan sano in filada lagu haysto qor sagaara lagu haayo meeshii marka asoo majaartan iyo daarood wato oo doorashada ka soo gali jiray habar gidir oo irir Soomaali wadato dir wadato in abgal ku bareejisay rabta oo la yiraado abgal iyo majaartan yaa lis salaamina ka dhigayna 4 sano daaroodka iyo hawiyaha naciiban dhex dhigaynaasi muduloodka iyo daaroodka ay u kala shakiyaan urur Soomaali dhinac kale iyo irir Soomaali sameeyayna wax u keenayna waa idin goynayna marka abir gidirta marka barnaamijkoodu waxa waayeen abgal filada laga makaro daarooda geeynaayo dhulkana loo dhisa urur Soomaali irir Soomaali iyo dir aan keenno aan keensano naciib ka dhana hawiyaha iyo daaroodka aan bilaawno wixii dadban aan dadka ku soo jiidano urur Soomaalahaas aan dadka ka gadno labadan sano 3 sano ilaa 4 sano doorashada ka dhiman aan gadno waxaas annagoo marka urur Soomaali wadano hawiye iyo daarood ama majeerteen abgal soo kala reebnayna 4 sano hadda ma taxsa filada markuu ka baxna anaga galeyno halkii daarood abgal filada ka geejiray anaga dir iyo irir Soomaali oo qabyaala daarood looga soo reebay hanna geeyo horta sidee la tahay laakiin waa isku ugtiino leedinka mashaakeyn aad waa faafayna daairada warka idinku dheeraanayo waxaas wax socona maaha nimanka urur Soomaali danta ku qasabtay Hargeysa degano kibirkoodii iyo santaagoodii mashida ka soo wada hadii bir la gaaro siyaasada daarood cayaarane oo abgal filada lagu geeyane diru waligeed iyo alleedna ma keenayso habir gidirna aqlagaas ma yeelanayso marka waa la isku daalaa urur Soomaali marka dad maqasho waa mashruuc habir gidir wadato oo majeerteen iyo abgal ama hawiye iyo daarood lagu kala reebayo ha ku kadsoomin abgalna waa fahansan yahay hawiye kalane anigaana ugu horreeya afkiisa lagama maqlo ayagaasi ku dhamaataa ka bilaabata sida ay rabaan waan idin sheegay markuu ay salaamayaa maantana dagaalku ku jabeen rasaas shalay loo geeyay oo xamar laga qaaday waa laga furtaa argagaxada SNM-ta.